نسمع بقى نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة اللي بتتكلم عن ضبط النفس وان احنا ما كانش ممكن اسرائيل تضبط نفسها اكتر من كده وانه حماس سعيدة بما حدث. يعني نسمع هذا الجزء. تنسوا بأن حماس مسرورة بما حدث بالأمس، وأنا أسأل زملاء هنا في مجلس الأمن، من منا سوف يقبل بهذا النوع من النشاط في أراضيه في داخل حدوده؟ لن يقبل بها أحد. ما من دولة في هذه القاعة ستعمل بضبط نفس أكثر مما احتحلت به إسرائيل، بل أثبتت سجلات عدة دول حاضرة هنا بأنها ستكون ذات رد أشد وأكثر صرامة. ومن يقول ويوحي بأن عنف غزة مرتبط بأي طريقة ما بنقل الصفة الأمريكية مخطئ جدا، بل هذا العنف ينبع من يرفض وجود دولة إسرائيل. يعني الحقيقة انه الكلام مستفز لدرجة لا يمكن الرد عليه. يعني هي اسطوانة مشروخة مستمرة بدعم اسرائيل، ايه دخل حماس في هذه في القضية دلوقتي؟ احنا بنتكلم على قتل مستمر بدم بارد للمواطنين نتيجة استفزاز بنقل السفارة للقدس. كل ده ما هم ما بيشوفوش الفعل وبيشوفوا رد الفعل ثم لا يروا حتى يعني العنف، لا يروه، يعتبروا انه العنف ده شيء مبرر وانها اراضيهم، وانها هي فكرة ان هو كل دي اراضيهم. الحقيقة انه يعني موقف غريب، الدول مستمرة في سحب سفرائها واستدعاء السفراء. يعني عندنا بلجيكا وايرلندا اليوم استدعت سفيرة اسرائيل في البلدين اللي هم بلجيكا وايرلندا اعتراضا على احداث غزة. تركيا استدعت السفير الاسرائيلي وفي انقرة وابلغته بالعودة الى بلاده، طردته يعني. وطبعا تركيا ده وقتها انها تعمل مثل هذه التصرفات، ولكن يعني برضو لازم نرى ان هو يعني تحرك اكيد يعني مهم. وايضا استدعت تركيا ايضا استدعت سفيريها في اسرائيل وامريكا للتشاور، وامبارح كانت جنوب افريقيا اعلنت بالامس استدعاء سفيرها في تل ابيب. ماذا سيفعل العرب؟ هذا هو السؤال، غير ان احنا نطلب من مجلس الامن التحرك. ماذا ستفعل الدول العربية؟ ماذا ستفعل الجامعة العربية؟ نحن في الانتظار.